زوال الكون أهون على الله من أن تنفق نفقة من مالك الحلال ولا يعوضها الله عليك بعشرات الأمثال في الدنيا قبل الآخرة. لذلك الحديث القدسي: عبدي أنفق أنفق عليه. بل للصدقة معنى آخر، يقول عليه الصلاة والسلام: استمطر الرزق بالصدقة. والله أخ كريم حدثني أنه عمله أوشك أن يقف ولا مورد له آخر، فاستمطر الرزق كما قال عليه الصلاة والسلام بالصدقة. صار ينفق من ماله كل يوم مبلغا يسيرا، يعني المبيعات كثرت، إلى أن صار ينفق كل يوم مبلغا كبيرا جدا يتناسب مع حجم مبيعاته. استمطر الرزق بالصدقة، إذن بالصدقة تجلب الرزق، وبالصدقة تطفئ غضب الرب، وبالصدقة تدفع البلاء، وبالصدقة تمحو السيئة، وبالصدقة تثبت لنفسك أنك مؤمن وأن الله يحبك، وأن دفع المال رمز لإخلاصك في حب الله.